درنا دي ستوند اللي تحطوا في المساحات الكبرى بحال مرجان ولا اسواق السلام ولا جميع المساحات الكبرى، حطينا فيهم دي ستاند مع دي زانيماتور اللي كيشرحوا للبيضاويين وكيعطيوهم اكياس، كيفرقوا اكياس كما قلت هذا العام هذا هذا السنه هذا كما قلت حيت يوم العيد راه كيعرف الجميع بان النفايات كتضاعف كتدوز من 4500 ل 4600 في الايام العاديه اللي كتولي في جوغ موانجي ليله العيد كتولي 6000 حتى 7000، نهار العيد كتطلع 9000 ونهار ثاني عيد كتطلع 13000. لهذا جندنا جميع الوسائل، لا من شاحنات اللي دوبلناها دابا وصلنا ل 900 شاحنه اللي غادي تجون جميع انحاء الازقه ديال الدار البيضاء وشوارع الدار البيضاء اللي نظافات مدينه الدار البيضاء، والاليات كتراكسات ولا العمال حتى هما ضعفناهم. باش نتذكروا على العمال، هذوك الناس راه كيقوموا بواحد العمل جبار مساكن، راه هما الابطال ديال نهار العيد. حنا راه كنبقاو جالسين نعيدوا مع والدينا ومع عائلتنا وهما مساكن كيخرجوا باش ينظفوا لنا مدينه الدار البيضاء. لهذا قمنا بهذه العمليه التحسيسيه، هاد الحمله هادي باش نشرحوا للبيضاويين ونقولوا لهم يتعاونوا ونتعاونوا مع ديك الناس حتى هما باش نظفوا وتكون مدينه الدار البيضاء نظيفه. لهذا كنحت البيضاويين باش هادوك الاكياس اللي غادي نفرقوا واحد المليون كيس اللي غادي نفرقوا في جميع المقاطعات واللي تفرقوا على الجمعيات وجمعيات المجتمع المدني باش يديروا فيهم ديك النفايات ويسدوهم ويحطوهم في الحاويات. هذه مهمه بالنسبه لنا. كما كنقول غادي يكون واحد السيارات اللي كتجوب جميع المقاطعات اللي كتحت وكتحسس البيضاويين باش ينظفوا ويديروا في الاكياس ديك النفايات ديالهم. ومن غير هذا الشيء هذا راه قلت راه بان ضوبلنا عدد العمال وعدد الشاحنات وهذا مهم بالنسبه لنا، نتمنوا ونتوفقوا ان شاء الله، ولكن البيضاويه راه خصهم يعاونونا. راه حنا كنا كيفاش تنسق مع شركات النظافه بخصوص المنحه اللي يمكن تقدم لهاد العمال تاع النظافه اللي انت شكرتيهم؟ اولا الشركات ديال النظافه قدموا المنح، هي سبقوا لهم منحه العيد، عطاوهم منحه العيد كلهم وسبقوا لهم وخلصوهم في الصالير ديالهم، واخا كنا باقيين ما مخلصينهم خلصوهم هما. هذا مهم بالنسبه لنا، وحتى حنا اللي دافعنا باش يعطيوهم منح ديال العيد، كانوا كيعطوها لهم ديما ولكن قلنا لهم يعطوها لهم قبل ما يتخلصوا، راه داز لهم خلاص.